صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا بسنت. صباح الخير والسعادة عليك يا شاذلي وعلى جميع المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا من كل مكان. بيقول لك دايما ابن الأصول يؤتمن حتى في عداوته. دايما المصريين معروفين ان هم ولاد أصول، ملوك الجدعنة زي ما بيقولوا. مش معنى ابن أصول أنه جاي من سلالة الملك فلان ولا الأمير علان، لا خالص، معنى أنه هو ابن أصول يعني حد متربي مصري أصيل، يعني عارف العادات والتقاليد المصرية، عارف إزاي يحترم الكبير ويعطف على الصغير زي ما احنا متعودين وإحنا في المدرسة صغيرين، عارف إزاي يتكلم إمتى ويقول الكلمة الحلوة إمتى في مكانها. لما تتخانق معاه وإنت أمنته على أسرارك ودخل بيتك وكل معاك عيش وملح، ما يمشيش يتكلم في ظهرك، ما يمشيش يطلع عليك كلام أو يضربك، وإنتوا في الشغل كده يساعدك واقف جنبك، ما تمشيش انت ناحية تانية يبعت فيك ايميل زي ما بيقولوا كده يوقع بينك وبين مديرك. الحاجات دي كلها اللي احنا بقينا للأسف ساعات كتير بنشوفها. ولاد الأصول معروفين وبتقدر تشمهم كده من بعيد، تقدر تقول عليه ده ابن أصول، ده متربي، ده طالع من بيت مصري أصيل، عارف ربنا. الحاجات دي كلها متوفرة فيه، انه بيقف جنبك، جدع، اخر جنيه تلاقيه كده بيصرفها على لو حد محتاج في الشارع، لو احتاجته في اي وقت هو موجود. الحاجات دي كلها اللي احنا عارفينها ومتعودين عليها. لما بتلاقي حد بيعمل غير كده بتقول عليه قليل الاصل، يعني صفة وحشة جدا جدا تبقى في حد للأسف. والحمد لله الحمد لله، يعني تبقى محظوظ انك لو ماشي في الطريق ما بتقابلش كتير من الناس الوحشة دي، وتبقى محظوظ لو انت قابلت الناس تقول عليهم ولاد أصول. أنا في حياتي ناس ولاد أصول، دايما نحب نمشي بالأصول. طب يعني إيه أصول؟ وإيه هي صفات ابن الأصول؟ يمكن اتكلمنا عن صفات ابن الأصول، ممكن نعرف بقى من شاذلي كده إيه هي الأصول بقى. شاذلي ازيك يا بسنت؟ ازاي؟ أصول هي مجموعة من العادات والتقاليد إحنا حطيناها من زمان وماشيين عليها، وأعتقد إن الأصول ثابتة في كل المجتمعات، يعني حتى هنا في مصر في كل محافظات الجمهورية في كل مكان الأصول ثابتة عند كل الناس. احنا دايما لما بيحصل خلاف بين شخصين او خناقه يقولوا ايه طب نروح نحكم واحد، فبتلاقي في شخص كده موجود في البلد او في القريه او في اي مكان، الراجل ده معروف انه ايه كلمته ميزان زي ما بيقولوا كده، الراجل ده ابن اصول وبيحكم بالاصول، بيحكم بالعرف، بيحكم بما يرضي الله في النهايه. لو في خلاف بين اتنين متجوزين فبيروحوا لحد عشان يحكم ما بينهم، بيبقى الراجل ده بيحكم بالاصول، بالصح والغلط، بالمتعارف عليه، بالحاجه اللي احنا ماشيين عليها. فهي دي الأصول، دي الحاجة اللي احنا متعودين عليها. دايما ابن الأصول ده بقى يعني كنز، ابن الأصول ده درة، حاجة كده الواحد يفتخر ان هو عارف حد من ولاد الأصول، ان يكون صديقك من ولاد الأصول، ان يكون بيمشي بالأصول باستمرار في كل حياته، انه يفرح لفرحك ويزعل لزعلك، يحاول قدر الإمكان هو يخبي عليك أصلا كمان حزنه، يعني لو هو عنده مشكلة أو زعلان أو في مأزق ما يبين لكش الكلام ده عشان ما يضايقكش. دايما بنقول على ابن الأصيل كده انه لو اغتنى ما يتغرش ولو افتقر ما يتغرش، يعني لو ربنا كرمه واداه ما نقولش عليه كلمه وحشه زي ما احنا متعودين في كلمه كده بتقال على الناس الشباب بعد جوع زي ما بنقول، ما نقولش عليه كده. ليه؟ لانه ابن اصوله متربي. وفي نفس الوقت لو وقع ما يعملش حاجه غلط، لو افتقر ما يعملش حاجه غلط. ليه؟ لانه متربي على الاصول. هي دي صفات ابن الاصول، راجل اخلاقه حميده، راجل اخلاقه طيبة، بيحب الخير للناس، بيحب الخير لنفسه طبعا بكل تأكيد، وبيحب الخير كمان للناس اللي حواليه. دايما بيسأل عليك باستمرار، بيسأل عليك لوجه الله، مش عايز منك حاجة، مش بيسأل عليك عشان عايز منك حاجة، لا بيسأل عليك لوجه الله كده وخلاص. فدي مجموعة كده من الصفات الواحد بيتمنى ان يكون موجود فعلا في الناس المحيطين بيه. إذن هي المواقف. انا عاجبني بقى ان احنا النهاردة بنتكلم في حلقتنا عن او سؤال الحلقة النهاردة عن انه دايما نحب نمشي بالاصول. طب يعني ايه اصول وايه هي صفات ابن الاصول؟ لان انا كنت كتير ببقى قاعدة مع ناس يقعدوا يتكلموا عن الاصول يقولوا لك ايه ده ابن اصول ويقولوا كده، يعني عشان يقولوا انه ده من عيلته فلان، عيلة فلان نسبه، مش عارفين انه الاصول دي ملهاش علاقة بجد بكده. الاصول دي ليها علاقة بحد فاهم العادات والتقاليد المصرية الاصيلة، فاهم ان هو زي ما انت قلت يا شاذ دي انه لو ربنا كرمه ما يتغرش. المواقف هي اللي بتبين ولاد الاصول. وكمان يمكن خليني اركز على نقطة مهمة، وهي المواقف ما بينكم كصحاب او كزمايل او كعشرة هي اللي بتبين لو الحد ده فعلا ابن اصول ولا لا. لانه لو انتوا اتخانقتوا مع بعض النهارده، لو حصل اي نوع من انواع المواقف اللي
سيئة ما بينكو، ما يمشيش بقى الناحية التانية يبتدي يألف كلام أو يقول أسرارك زي ما أنت قلت. كلمته ميزان، الحد ده معروف إن هو مش كذاب مش منافق، فمن هنا بنقدر نقول عليه إن الشخص ده ابن أصول. احنا عايزين نعرف بقى من حضراتكم تعريفكم لكلمة الأصول إيه هي، وإن احنا بنحب نمشي بالأصول إيه أصول، ومين أو إيه هي صفات ابن الأصول، وحكوا لنا كده مواقف قدرتوا تمروا بيها بحياتكم قلتوا الله ده جارنا ده ابن أصول، جارتنا دي بنت أصول، إيه اللي حصل بينكم وبينهم. خلونا نتكلم بقى بإيجابية، يعني بلاش نقول على مواقف قابلنا فيها الناس اللي مش كويسين. ما هو مش هيبقى ابن أصول، مش هيبقى ابن أصول، لا عايزين نتكلم على الناس الكويسة اللي قابلناهم في حياتنا ويعني أثروا بينا بطريقة إيجابية. ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين إجاباتكم اللي هنستعرضها النهاردة إن شاء الله خلال الحلقة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، بنصبح على حضراتكم.